الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة والتحرك العاجل لتقديم كل سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع. الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة. مدى الصمت الدعائي بالخارج في الانتخابات الرئاسية استعداد لتصويت المصريين بالخارج اعتبارا من الجمعة. منتصف الليل العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونستهل هذه النشرة مع الزميلة مدى سعيد. إليك مدى. أهلا بك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره التونسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزهما بما يحقق مصلحة الشعبين. كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي. وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم سبل الدعم كافة لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية. وخلال اجتماعه مع وزير العدل، أثنى الرئيس السيسي على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بما ييسر على المصريين بالخارج. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. صرح بأن السيد الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقر وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، خاصة التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة. تناول الاجتماع أيضا جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية. كما أثنى سيادته على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطنين اليومية مع المنظومة القضائية بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح مدبولي أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن. وأشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفا أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية، وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية. وثمن رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إدارة الدولة المصرية للأزمة الراهنة في قطاع غزة على كل المستويات، بداية من موقف الرئيس السيسي، لافتين إلى أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تحقيق حالة اصطفاف وطني وتكاتف وراء القيادة السياسية بلغ ذروته في تفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية من جانب البرلمان في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن المصري القومي. كما أشاروا في ذات السياق إلى الإشادات الدولية بموقف مصر، لا سيما تجاه قضية التهجير التي حظيت باتفاق واسع النطاق، مؤكدين تكاتف مجلس النواب مع الدولة في هذا الموقف القوي تاريخيا وفي كل ما تتخذه الدولة والحكومة من قرارات. تتوقف خارج مصر الحملات الدعائية وتبدأ فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من الساعة 12 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك استعدادا لتصويت المصريين بالخارج والذي سيكون في أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين من 9 صباحا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية. ويحق لكل مصري موجود بالخارج الإدلاء بصوته شريطة أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي. وجه وزير الخارجية سامح شكري البعثات الدبلوماسية بتوفير الإمكانات كافة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئات الوطنية للانتخابات. ودعا شكري المصريين في الخارج للتوجه إلى مقر البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور. هذا وقد ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير وسائل الدعم كافة التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في البعثات المصرية في الخارج. تفقد وزير الخارجية سامح شكري الاستعدادات الأخيرة لعقد انتخابات المصريين في الخارج في سفارة مصر في باريس. وجاء تفقد شكري خلال توقفه في باريس في اتجاه إلى نيويورك للمشاركة بجلسة مجلس الأمن حول الوضع في قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية خلال لقائه مع القائمين على العملية الانتخابية في باريس على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات المهنية والنزاهة واليسر. انتهت أجهزة الدولة من كل الاستعدادات اللوجستية لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج، وتم التأكد من جاهزية المقر الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستيات اللازمة للسباق الرئاسي. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. استكمال كل الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. التزام السفارات والقنصليات
بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، تسهيل عملية تصويت المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، توفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين. وزير الخارجية تفقد الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بسفارة مصر في باريس. الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كل الاستعدادات اللوجستية لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج. التأكد من جاهزية المقر الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستات اللازمة للسباق الرئاسي. توزيع أجهزة مسح إلكترونية لاستخدامها في إدخال بيانات الناخبين وصناديق الاقتراع. تخصيص قاض لكل صندوق وتحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. تتأهب السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لاستقبال الناخبين المصريين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من الجمعة المقبل. ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم. المزيد نتابعه مع حضراتكم في العرض التالي مع الزميلة سارة عبد الله. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيام قلائل وتبدأ عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تأتي في وقت بالغ الدقة نظرا لما تمر به المنطقة بل والعالم كله من أزمات اقتصادية وسياسية، مما يؤكد أهمية وضرورة المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام. التصويت في الاستحقاق الرئاسي يبدأ بالخارج من الأول من ديسمبر ويستمر يومي الثاني والثالث من نفس الشهر، وذلك بالسفارات والقنصليات والمقار التي يصدر بها قرارا من الهيئة الوطنية للانتخابات من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. ويحق لكل مصري يوجد خارج مصر في أيام التصويت بالخارج أن يدلي بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي. ولصحة الصوت الانتخابي يتعين على كل ناخب اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين الأربعة الموجودة أسماؤهم ورموزهم في بطاقة التصويت، وذلك عن طريق التأشير في خانة إبداء الرأي قرين اسم المرشح الذي اختاره دون كتابة أي شيء آخر، ثم وضع البطاقة داخل الصندوق المخصص لذلك. وبعد انتهاء اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت يحرر رئيس اللجنة محضرا بإجراءات الفرز يثبت به الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويرسل المحضر رفقة بطاقات التصويت وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. ويكون التصويت في الداخل أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر بداية من 9 صباحا وحتى 9 مساء، حيث يحق لكل ناخب أن يدلي بصوته أمام اللجنة الفرعية المقيد بها اسمه. وبعد نهاية آخر أيام التصويت يتم عد وفرز بطاقات التصويت بكل صندوق وتسليم المحضر مع بطاقات التصويت إلى اللجان العامة التي تعلن حصر عددي للأصوات كما تسلمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وتتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 من ديسمبر على أن يتم البت في الطعون خلال اليومين التاليين، حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يوم الاثنين 18 من ديسمبر.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على نصاب الفوز والمحدد ب50% زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وفي كل الأحوال يحق لأي من المرشحين الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تعلن أحكامها البتة في 30 ديسمبر. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأهم المحطات المتبقية من سباق الانتخابات الرئاسية 2024. أشكركم على طيب المتابعة. حث المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ونوه فوزي خلال مؤتمر صحفي للحملة بأن هذه الانتخابات لها أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية، مضيفا أن المصريين بالخارج في بؤرة اهتمام المرشح الرئاسي. لقاؤنا اليوم بمناسبة قرب تصويت المصريين في الخارج، واللي هيكون إن شاء الله يوم الجمعة والسبت والحد الجايين. وفي هذا السياق أود أن أتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته وتبذله من جهود للاستعداد للعملية الانتخابية خارج مصر، والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة. 121 دولة فيهم 137 مقر حول العالم. وصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد المقرات والعناوين. مش بس كده، أنا أحب أن أنا أشكر الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا على عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن متابعة الاستعدادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج. وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الأولوية لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة في المحور الاقتصادي. حريصين على أن احنا نضع أهداف أكثر طموحا وإطلاق طاقات المجتمع بشكل يعني يجعل دائما حركة الشعب مستمرة لتحقيق هذه الأهداف. فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فمن أولويات المحور الاقتصادي مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج، توطين الصناعة، زيادة الرقعة الزراعية، جذب مزيد من الاستثمار الخاص، تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، تمكين القطاع الخاص، والتركيز بشكل أساسي على مشروعات النقل والطاقة. نسعى إلى حرية أكبر وحرية أكبر وأوسع وحركة أكبر وأوسع للمجتمع المدني وللقطاع الخاص في المرحلة القادمة. أعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة تشكيل غرفة عمليات تابعة للانتخابات الرئاسية للمتابعة بالخارج. وأوضح مدير الحملة أنه تم التنسيق مع لجنة حزب الوفد في نيويورك من أجل توعية الجاليات المصرية بملامح البرنامج الانتخابي والتركيز على المحاور التي تصب في صالح أبنائنا في الخارج. وأشار إلى أن مسؤول الحملة الانتخابية في البلدان العربية نجح خلال الفترة الماضية في الترويج للبرنامج الانتخابي داخل جدة والرياض وسلطنة عمان ودولة الكويت. أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران أنها ستقوم بداية من اليوم بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج وإصدار تقارير يومية حول متابعتها وملاحظاتها حول انتخابات المصريين بالخارج. كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.
أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر إجراء اتصالات مكثفة بالجاليات المصرية لحث أبناء مصر في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والمقرر إجراؤها بالخارج أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحملة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في القضايا كافة. دشنت الدولة حملة شارك بصوتك لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد أن مصر دولة ديمقراطية، ونتابع مع حضراتكم المزيد في العرض التالي. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. الدولة نظمت حملة شارك بصوتك لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. في إطار حملة شارك بصوتك تم عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية بالخارج. في إطار حملة شارك بصوتك تم عقد لقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية. الحملة أكدت للمصريين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات واجب ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية. حملة شارك بصوتك أكدت للجاليات المصرية ضرورة أن يكون لكل مصري بالخارج شريك في رسم مستقبل وطنه، توفير وسائل الانتقال الجماعي لحل مشاكل بعد مكان السفارة والقنصلية عن تمركزات المصريين بالخارج، عقد غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. أشاد عدد من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة بدعم الدولة للمصريين بالخارج خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أشادوا بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الجاليات المصرية في الخارج، كما دعوا جميع أبناء الجالية المصرية للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية. بنتابع على طول الأحوال في مصر، وده حق دستور علينا كمصريين هنا في نيويورك بالذات بروكلين، لأن نيويورك مدينة كبيرة فيها مصريين في كوينز وبروكلين وفي نيوجيرسي وفي ستن آيلاند إفروير في كل حتة. وإحنا بنحضر كمصريين، بنعمل مؤتمرات زي الأسبوع اللي فات كان فيه مؤتمر، بنعرف إيه أخبار المرشحين، إيه اللي كل واحد البلان بتاعه أو البروجرام بتاعه. والأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى برضو في ندوة معمولة في نيوجيرسي بإذن الله، كل الجالية المصرية تبقى موجودة وكل واحد متاح اللي يرشح اللي هو عايزه. الوقت الصعب اللي البلد بتمر بيه، يمكن معروف ان في أزمة عالمية، لكن مصر بتواجه أزمتين في وقت واحد سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي، الأزمة الاقتصادية من جانب، والجانب الآخر التوترات اللي بتحصل على الحدود المصرية. فطبعا ده بيقول ان احنا لازم يكون عندنا قيادة حكيمة ورشيدة وعارفة هي بتعمل ايه وبتواجه التطورات والأحداث ازاي. فطبعا ده بيتطلب المرشح يكون ذو حكمة وذو منطق في التعامل مع الأزمات. يعني الواحد المفروض برضو حتى لو هو مش متواجد في مصر يبقى ليه صوت، على الأقل لو هو يعني شايف ان الصوت ده ممكن ما يكونش ليه تأثير، بس لازم يكون ليه صوت. هو ده اللي موجود هنا. لا احنا كده متابعين اخبار مصر اول باول، يعني زي هنا يمكن اكتر من هنا كمان، لان ده راحت ولا جت بلدنا برضو، فلازم نبقى يعني على الطلاع دايما. لازم طبعا يكون لنا صوت في الانتخابات، لان احنا بحكم تواجدنا هنا اكيد طبعا لازم يكون لنا اختيار في اللي هيكون موجود ومسؤول عن بلدنا. لم تكن المرة الاولى ولن تكون الاخيرة الجالية المصرية في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا في مدينة نيويورك. تعودت كثيرا على ان مثل هذه المناسبات قبلها بفترة بيكون في لقاءات بتنظمها منظمات مجتمع مدني القائمون عليها من خيرة شباب مصر من مهنيين أطباء صيادلة مهندسين محاميين. وفي اليونان أشادت الجالية المصرية بإجراءات الدولة وتحركاتها لدعم المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية. نتابع.
كلنا لازم نقف مع بلدنا في الوضع اللي احنا فيه ده، وان احنا كلنا لازم نكون يعني على قلب رجل واحد، لان احنا ربنا عطينا هدية من السماء. الرئيس بتاعنا عنده حكمة وعنده ذكاء وعنده يعني مش عايز اقول ان ربنا عطيه مواصفات مش موجودة في اي حد تاني. ودايما لازم نعرف ان لما يكون رب البيت قوي محدش يقدر يخبط على بابه ولا يأذيه. فاحنا عندنا المواصفات دي كلها، ازاي نفرط فيها؟ وفي نفس الوقت انا عايزه اقول للناس، بس اوجه لهم كلمه، ان كنتوا انتوا شايفين ان مصر فيها غلا، صدقوني الغلا ده على مستوى العالم كله يعني، بس احنا عندنا سياسه غير السياسه اللي موجوده في مصر. انا شايفه ان الحاجه غاليه، انا باخد الحاجات اللي على قدي، مش لازم اجيب منها كيلو واتنين، اخد ان شاء الله لو على قد يومي. احنا يعني ربنا بيحبنا وبعت لنا الراجل ده، ربنا يخليه لينا ودايما معانا. وطني وطني وطني. عبد الفتاح السيسي رئيسنا عمل ايه؟ بنى مصر، بنى مدن جديدة، قناة السويس. واقول لك حاجة تانية، احنا عندنا الجيش بتاعنا اول جيش بالنسبة للعالم العربي اللي هو الاولاني. مفيش احسن من كده. انا يعني اقول لك حاجة، احنا كنا متهددين قوي بحاجة اسمها الإخوان المسلمين، الراجل ده هو أنقذنا، الراجل ده هو احنا مديونين ليه بحاجات كتير. يعني مش عايزين نختفي ورا أصابعنا، احنا عايزين كده يعني هنا في اليونان الراجل ده هو اسمه عالمي، وفي أوروبا وفي كل أماكن العالم الراجل ده اسمه عالمي. مصر في الدول العربية اللي موجودة اللي قادرة عشان الاستقرار فيها انها تقوم بعملية انتخابات ديمقراطية، لأن طالما في عندك أمان، طالما في عندك استقرار، تقدر تحقق الديمقراطية وتقدر تحقق البنود الدستور اللي بتقول إن من حق الشعب المصري إن هو يمارس حقه في الانتخابات واختيار رئيسه للفترة اللي جاية. احنا كمغتربين موجودين في اليونان او كل المغتربين حوالين العالم، مش مزايدة على حد عايش في مصر، بيبقى عندنا نقوله ايه، وطنية وحب وشوق لبلادنا، ودايما متابع اخبارها ليل نهار، ما بنسيبش وقت الا لما نتابع فيها اخبار بلادنا. دلوقتي احنا بقينا احسن من دول تانية، بشوف الطرق فعندنا ما بين اسكندرية والقاهرة او الطرق اللي حصلت احسن من اوروبا. مسيرة البناء والحضارة اللي تمت في مصر مؤخرا، ودي شيء ما شفناهوش بقالنا فترة طويلة، لأن أنا مش أنا اللي هشهد لسيادة الرئيس أو لأعماله، لأن أعماله هي اللي بتبين شخصيته ومحبته لبلده وحرصه على أنها تكون في المراتب العالية كوضعها الطبيعي المفروض تكون عليه. المفروض أن احنا نشارك في الانتخابات بكل قوة عندنا، أو بمعنى أصح بكامل جهاتنا المختلفة، ونقف خلف سيادة الرئيس، لأن هو الإنسان اللي باقي على مصلحة بلدنا. التفافنا حوالين القيادة السياسية ده شيء مهم جدا. احنا يعني نناشد جميع الإخوة المصريين إنهم ينزلوا لصندوق الانتخاب، كل واحد حر يحط الفويد بتاعه، الصوت اللي هو عايز يقوله، بس احنا عايزين نظهر بمظهر حضاري ان احنا عندنا انتخابات وصندوق انتخابي ومشاركة. ارجو من كل اهلنا في مصر المشاركة. وفي فرنسا دعا أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما أشادوا بجهود الدولة لدعم المصريين بالخارج. لازم طبعا ننزل ننتخب، يعني ده واجب اتجاه وطننا. هنا مهما كنا يعني بعيدنا، كنا في فرنسا كنا في أي حتة في العالم، لازم كل واحد يروح القنصلية اللي حواليه أو السفارة وينتخب، يعني زي ما بقول ده واجب وطني. وبعدين احنا هنا طبعا الانتخابات يوم 1 و2 و3 ديسمبر، هنبقى موجودين في القنصلية ان شاء الله هنا في مخساي عشان ننتخب، عشان ندي صوتنا وعشان نأدي الواجب الوطني بتاعنا. يعني هو مهما كانت الأحوال في العالم وفي مصر يعني متغيرة، لازم احنا نفضل على يعني على قد ما يعني على قد ما نقدر نكمل الواجب بتاعنا. بدعي ان انا ان كل زمايلي هنا في فرنسا يروحوا ينتخبوا يوم 1 2 و3. انا لسه جايه مصر ومن مصر،
وبلدنا جميلة جدا وتستاهل ان احنا ننزل كلنا وننتخب. وتحية مصر. سمعت ان في يوم 1 و2 و3 الانتخابات في القنصلية المصرية في جنوب فرنسا، واحب اقول ان الايام يوم 1 و2 و3 ان هم ايام اختاروها كويس جدا عشان ان هو ايام الويك اند هنا، فهنقدر كلنا ان احنا نروح. والقنصلية هي ما ساعدتنا في حاجات كتير هنا وعزمتنا في مناسبات كتير، ونحب كده كطلاب المصريين يعني في أنحاء العالم إن إحنا نشارك. ده أقل حاجة نقدر نعملها بالانتخابات وبس يعني. تحيا مصر. أكيد كلنا هنروح ننتخب كطلبة في القنصلية في جنوب فرنسا يوم 1 و2 و3، ومن أحسن الحاجات إنها يوم 2 و3 لأنه طبعا الويكند هنا بيبقى سبت وحد مش جمعة وسبت زي في مصر. وأكيد طبعا زي الطلبة في العالم كله هنروح ننتخب كلنا إن شاء الله. اللي جاي خير للشعب، خير للشعب. وتحيا مصر، تحيا مصر، بلدنا حلوة ولازم نخلو بالنا منها مهما تغربنا. احنا ما نسواش بره الا مصر هي اللي شايلانا وهي عاملانا قيمة، واحنا عايشين بكرامة مصر وبشرف مصر وبقيادة مصر. مصر بلد محترمة في كل حتة ولها قيمتها، بلد عظمى واقوى دولة في الشرق الاوسط. احنا هنا جنود مصر في الخارج، وطبعا عارفين في ظل الظروف اللي مصر بتمر بيها قد ايه مصر كبيرة. الانتخابات الرئاسية في الخارج تجرى في 1 و2 و3 من ديسمبر 2023. في حالة الإعادة ستكون الانتخابات الرئاسية أيام 5 و6 و7 من يناير 2024. لكل مصري يتواجد في الخارج في يوم انتخابات الرئاسة الحق في الإدلاء بصوته. تجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم. تنشر جميع مقر لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات. تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لدولة المقر. لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بالخارج بصوته في الانتخابات. لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج. قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بزيارة الكنيسة الكاثوليكية، وخلال الزيارة التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بالبطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق وبأعضاء المجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك بمصر. وثمن المستشار محمود فوزي الدور الروحي والخيري والإنساني الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية، وأكد خلال اللقاء أن المرشح الرئاسي يدعم المواطنة. نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن مؤتمرا نسائيا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. عظيمات مصر النهارده قالوها كلها اللي احنا جايين نرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، موجودين بقوه خلال الانتخابات الرئاسيه المقبله، بنينا جسور ثقه ومحبه ما بيننا وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه كان صادق معانا من 10 سنين، لا خذل الشعب المصري، والشعب المصري مقدر حجم التحديات اللي بتعيشها الدوله المصريه والدور اللي بيقوم بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا موجودين هنا في حزب مستقبل وطن مكملين ورا سياده الرئيس، داعمين لسيادته لاستكمال المسيره للعبور بيننا الدوله بينا نحو الجمهورية الجديدة إن شاء الله. اجتمعنا عشان نرسل رسالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
يا فخامة الرئيس، زي ما أكرمت المرأة المصرية، المرأة المصرية كلها على العهد معاك، وإن شاء الله هنثبت للعالم كله يوم 10 و11 و12 ديسمبر إن الشعب المصري كله برجالته وعظيماته خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سيدات مصر بتقول للرئيس إحنا وراك، إحنا معاك، إحنا نازلين إن شاء الله يوم الانتخابات عشان نقول عاوزين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعني جعل من مصر امان واستقرار. كلنا بندعم الرئيس وبنشكره، الرئيس اول اهتمام ادى اهتمام كبير قوي جدا للمراه المصريه، بدايه من المراه البسيطه حتى مكن سيدات لاعلى المناصب، وكلنا معاه وكلنا بنسنده ان شاء الله. نظم حزب مستقبل وطن بالغردقة مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بحضور الآلاف من مواطني البحر الأحمر وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة. شهد المؤتمر عرض الإنجازات والمشروعات القومية في مصر بشكل عام. الشعب المصري كله ملتف تحت لواء طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت راية مصر بحب واقتناع، وإن شاء الله كله ده هيترجم في صناديق الانتخاب على أساس يبقى أعلى نسبة تصويت إن شاء الله. المؤتمر النهاردة في جميع أطياف محافظة البحر الأحمر، في شباب المحافظة، في جميع قبائل المحافظة، في مجالس إدارة الأندية، مجالس إدارة الجمعية، القطاع السياحي، قطاع البترول، أهالينا بمدن الجنوب. زي ما حضرتك شايف النهاردة المؤتمر مستهدف من 12,000 ل 15,000 مواطن من أبناء محافظة البحر الأحمر. إحنا النهاردة بنقول لسيادة الرئيس، بنقول له نعم للإنجازات اللي تمت، نعم لكل الإنجازات اللي تمت على 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 أرض مصر. دي حاجة جميلة وحلوة وكل الشعب المصري مبتهج بيها، وما ينكرش الموضوع ده غير حاقد أو أي حد يعني مش شايف أو عينه مش شايفة. احنا هنا من مستوى الحضور زي ما انتم شايفين بيوضح مدى الشعبية اللي بيحظى بيها سيادة الرئيس، وطبعا احنا كلنا موجودين عشان تدعيما للموقف المعلن من حزب مستقبل وطن لدعم السيد الرئيس الفترة القادمة، الفترة الرئاسية الجديدة، وان شاء الله تكون نسبة المشاركة محترمة وتدي صورة طيبة عن الوعي السياسي للشعب المصري للعالم الخارجي ان شاء الله. نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط مؤتمرا جماهيريا كبيرا بمركز ساحل سليم لتأييد ودعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. وأكد الحاضرون أن المؤتمر الحاشد وكل الفعاليات تهدف لوصول الصورة للجميع ولكل ما يقدمه وما زال الرئيس السيسي الذي تحمل كل التحديات ومضى لبناء دولة آمنة قوية واسترد مكانة مصر دوليا وإقليميا وأفريقيا. من المهم عندنا في المرحلة القادمة بإذن الله أن تكون هذه المؤتمرات موجودة في داخل القرى، موجودة في داخل المراكز، وخصوصا أن الست المصرية لديها شغف بمعرفة المزيد من الإنجازات اللي قدمها السيد الرئيس في المرحلة الماضية، وهم شعارين بالمسؤولية، وأن هذا كانت صورة واضحة وهادفة ورسالة هادفة أيضا للسيد الرئيس أن هي دي الست المصرية اللي هتخرج إن شاء الله في أيام الانتخابات تثبت شرعية الدولة المصرية في الإدلاء بأصواتهم. المؤتمرات اللي في القرى والمراكز لدعم المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي، يمكن النهارده شفتوا حضراتكم كم من الالاف موجودين لدعم الرئيس السيسي، والشعب المصري دايما حريص على دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودايما داعم ليه، وخاصه يمكن زادت شعبيته بعد القضيه الفلسطينيه ووقوفه وحكمته والتعامل بحكمه في القضيه الفلسطينيه. هذا الرجل الجميع اجمع عليه ان هو يكون رئيس مصر في الفتره القادمه، لان هو هياخد بيد مصر وهيخرج بها ويمر بها مر الكرام إن شاء الله، وتكون مصر على إيديه أعظم دولة في العالم بمشيئة الله تعالى. التقى المرشح الرئاسي حازم عمر وحملته الانتخابية مع أعضاء أمانة المجالس المحلية المركزية لحزب الشعب الجمهوري بمقر الحملة الانتخابية المركزية بالقاهرة الجديدة. تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الرئاسي وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج والتي تهم الشارع المصري.
استقبل معبر رفح الدفعة الخامسة من المحتجزين تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، وقامت الأطقم الطبية المصرية بإجراء الفحوصات اللازمة للمحتجزين تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي. يأتي ذلك بينما أفرجت إسرائيل عن المجموعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق الهدنة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عملية الإفراج تمت عند سجن عوفر في بلدة بيتونيا غرب رام الله. أفاد موفد إكسترا نيوز بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الخامس للهدنة، كما دخل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع عبر معبر رفح، بينما وصل عدد من المصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال مندوب مصر في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام وأمن وبصورة طبيعية في دولتين متجاورتين كسائر الشعوب وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأضاف مندوب مصر خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة أن الضامن الوحيد لكبح هذه الانتهاكات هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال التهجير. وأضاف مندوب فلسطين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أكثر من 3000 من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان، وشدد على أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سكان غزة وخصوصا النساء والأطفال معرضون لخطر المجاعة إذا توقفت إمدادات الغذاء. وقال البرنامج إنه سلم المواد الغذائية إلى أكثر من 121 ألف شخص في غزة منذ الجمعة عندما بدأت الهدنة بين إسرائيل وحماس. وقالت كورين فلايشر مدير البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط إنه بفضل الهدنة بدأت الفرق التابعة للبرنامج العمل على الأرض ودخلت مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة. يفوق معدل الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أي معدل آخر في كل مناطق الصراع في العالم خلال القرن 21. نتابع المزيد في هذا التقرير. في أقل من شهرين سقط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بمعدل يفوق أي معدل آخر في جميع مناطق الصراع خلال القرن 21. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك قال إن قطاع غزة شهد 7 أسابيع من الأعمال العدائية، فيما تسببت إسرائيل في خسائر مروعة صدمت العالم أجمع. وقبل سريان الهدنة ووفقا للخبراء فسقوط ضحايا بين المدنيين في غزة هو الأسرع والأكبر مقارنة حتى بأعلى اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان ذات يوم. وقتلت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 6000 طفل في غزة، وهذا أكبر من الإجمالي العالمي السنوي للأطفال الذين لقوا حتفهم في مناطق النزاع على مدى السنوات الثلاث الماضية وفقا لإحصائية الأمم المتحدة التي وصفت غزة بأنها أصبحت مقبرة للأطفال.
ويقول مسؤولون في منظمة العفو الدولية إن القنابل المستخدمة في غزة أكبر من تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة عندما كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي في مدن مثل الموصل والرقة، مشيرين إلى أن القطاع ليس صغيرا فحسب بل محاصرا تماما، مما لا يوفر للمدنيين سوى القليل من الأماكن الآمنة إن وجدت للفرار. ومقارنة بالصراعات الماضية فإن أعداد الضحايا الواردة من غزة تظهر أن وتيرة الموت خلال العدوان الذي شنته إسرائيل ليس له سوابق في هذا القرن، إذ تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من ضعف عدد النساء والأطفال في غزة مقارنة بأوكرانيا على سبيل المثال بعد عامين تقريبا من الهجمات الروسية وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، وهو ما يعني أن ضحايا غزة هم الأعلى بين مناطق الصراع خلال السنوات الأخيرة. أعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك أنه سيتم اليوم الأربعاء عقد اجتماع للمندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال العكلوك إن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام والشعب يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مؤكدا أن سياسة الاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة مستمرة ويرافقها حملات إرهابية يقودها المستوطنون الإسرائيليون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الحرب على غزة والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، مشددا على أن قيم الأديان السماوية كافة والقيم الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم. جاء ذلك في رسالة الملك عبدالله التي وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وأضاف ملك الأردن أن العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية تتنافى مع قيم الإنسانية ومع حق الحياة. يعد أطفال قطاع غزة من أكثر الفئات التي عانت خلال جولة التصعيد التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي. تلك المعاناة التي لا تزال مستمرة وربما ترافق من بقي حيا منهم لسنوات مقبلة. التقرير التالي يوضح المزيد. أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، كان هذا وصف المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف لقطاع غزة في ظل ما أصبح عليه جراء الهجمات الإسرائيلية التي لم تترك فيه شبراً إلا وطالته. ومنذ 7 أكتوبر الماضي استشهد ما يزيد على 6000 طفل فلسطيني جراء غارات وقصف قوات الاحتلال للمناطق السكنية، وسلطت اليونيسيف الضوء على قصص العديد من الأطفال في غزة ممن عصفت الحرب بأحلامهم وانقلبت حياتهم رأساً على عقب. وقالت إن الآلاف منهم يعيشون في مخيمات مكتظة بدلاً من الذهاب إلى المدارس، هذا بالإضافة للمبتسرين وحديثي الولادة الذين يحتاجون مع أمهاتهم لرعاية طبية باتت غير موجودة على الإطلاق بعد أن استهدف الاحتلال المستشفيات ومنع المستلزمات الطبية والدوائية والوقود من الدخول إلى القطاع. فبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان تحدث في القطاع كل يوم نحو 180 حالة ولادة، وهو ما يعني أن حياة أولئك الأمهات وأطفالهن في خطر في ظل الافتقار إلى الرعاية والمياه والصرف الصحي والتغذية. ومع فقدان آلاف الأسر لمنازلهم أو اضطرارهم للنزوح عنها تحت وطأة الضربات العسكرية الإسرائيلية وتكدسهم داخل معسكرات أو مراكز إيواء
فقد أطفالهم حياتهم الطبيعية التي يحياها كل من هم في مثل سنهم، حيث حلت الخيام ومعسكرات الإيواء محل البيوت والغرف الخاصة. وبعد وجبات الطعام الصحي بات الحصول على ما يسد الرمق أمراً ليس بالهين، وبدلاً من الذهاب إلى المدارس كان النزوح والتشرد. ورغم الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، إلا أن منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن قطاع غزة قد يموت فيه عدد أكبر ممن سقطوا جراء العمليات العسكرية جراء الأمراض المختلفة لو لم يتم إصلاح النظام الصحي الذي تم تدمير الكم الأكبر من قدراته، بل واستهداف طواقمه من قبل قوات الاحتلال بشكل مباشر أكثر من مرة. أطفال غزة الذين سينجون من الموت عبر الاستهداف المباشر أو بسبب تفشي الأمراض سيكون عليهم أن يكملوا بقية حياتهم مع مجموعة من الأمراض النفسية جراء الويلات التي شاهدوها وهم في عمر الزهور. بدأت اجتماعات الدورة الثالثة لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر التابع للاتحاد الأفريقي وبمشاركة 12 دولة عربية وأفريقية، كما يشارك الاتحاد الأوروبي بصفته ممولا للمركز ومشاركا في البرنامج المعروف روك الذي يهدف لتنسيق جهود الدول الأعضاء وتبادل خبراتها في مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإتجار في البشر، خاصة في مناطق النزاعات الواقعة شرق أفريقيا. اجتماع يعقد لأول مرة في القاهرة، واجتماع لضباط الاتصال في 12 دولة أفريقية واليمن أيضا للنظر في تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة ولا سيما تهريب المهاجرين والإتجار في البشر. طبعا تعلمون أن هذه الجرائم تقوم بها عصابات شديدة التنظيم، تستخدم المعلومات، فبالتالي من الأهمية بما كان، وبتستخدم معلومات متطورة للغاية وتقنيات حديثة، فمن الأهمية بما كان للدول الـ 12 دولة العضو في هذا البرنامج روك أنها أيضا تكون مستعدة ولديها يعني أرضية واسعة من المعلومات حتى تستطيع أن تواجه هذا النشاط الإجرامي الكبير. وبالتالي مصر من منظور نشاطها الإقليمي واهتمامها بالتعاون الإقليمي الأفريقي مستعدة أنها تقدم خبرتها في هذا الخصوص. مصر طبعا لديها لو نشوف الشرطة الدور اللي قامت به بالنسبة للقبض على المجرمين والمهربين، فعندنا رصيد كبير للشرطة المصرية. الشرطة لديها أيضا أكاديمية الشرطة بتدرب فيها المصريين ضباطها وبتدرب الضباط الأفارقة والأجانب. حضرنا للقاهرة لهذا الاجتماع لأهمية مصر في مكافحة الشبكات الإتجار بالبشر وتهريب البشر، ومصر تقدم مساعدات كبيرة لهذا المركز، وسبق أن استضافت دورة تدريبية في أكاديمية الشرطة المصرية ولكل ضباط الاتصال، ويوجد في المركز الآن 12 دولة ابتعثت ضباط اتصال في هذا المركز، ودور مصر كما قلنا خاصة في النشاط المكثف لهذه الشبكات يأتي أهمية دور مصر. لذلك غررنا أن نعقد هذا الاجتماع وبتوصية من الاتحاد الأوروبي أن يقام هذا الاجتماع هنا في القاهرة. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بقرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة في إطار الاهتمام بصحة المواطن وتوفير الخدمات الطبية للقرى. شملت القافلة عددا من التخصصات المختلفة بالإضافة إلى صيدلية لتوفير الأدوية من دون مقابل، كما شملت عدة نشاطات أخرى كمحو الأمية والأنشطة الرياضية.
متواجدين النهارده بالتعاون التام مع جامعه القاهره وهي شريك اساسي معانا مع حي كريمه في الحقيقه. متواجدين النهارده في قافله شامله تشمل كافه التخصصات الطبيه، قافله بيطريه، قافله زراعيه، قافله تنمويه وتوعويه، وبتضم كمان محو اميه وتعليم حرف. كل الخدمات دي النهارده بنقدمها في القافله هنا لاهالينا في قريه المعتمديه. يعني الكشوفات والتحويلات والعلاج كل حاجه مجانا 100%. الكشوفات مجانيه الحمد لله خالص، المريض ما بيدفعش اي حاجه، والعلاج اللي معانا مجاني برده. احنا تبرعات بنتبرع بيه بنديه للمرضى اللي محتاجينه، ولو محتاج حاجه اكتر من كده القصر العيني كل عمليات فيها مجانيه. والمشاركه مع في محو الاميه للدعوه والاعلام عن الفصول والامتحانات اللي احنا بنقوم بعملها من خلال القوافل الاعلاميه. احنا النهارده جبنا لهم حاجات تعليميه زي لوح وسائل احنا بنعملها عندنا في الكليه عن الخضروات والفواكه، وجبنا الاشكال الهندسيه وعرفناهم ايه هي، وادينا لهم هم كانوا يقولوا ايه هي، وغنينا معاهم ولعبنا معاهم العاب على سجاده حركيه بنعملها عندنا في الكليه برده، وهم استمتعوا اكيد وغنينا معاهم كتير قوي النهارده. وقبل ختام الحصاد مشاهدي الكرام إليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة والتحرك العاجل لتقديم كل سبل الدعم لإغاثة أهل القطاع. الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة. بدء الصمت الدعائي بالخارج في الانتخابات الرئاسية استعدادا لتصويت المصريين بالخارج اعتبارا من الجمعة. مشاهدينا لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب متابعتكم لنا، أنا مدى سعيد وزميلي محمد المهدي، وشكرا وإلى اللقاء.